السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا هنكمل الكلام على موضوع الـ equations بتاعة الـ energy balance. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على الـ energy balance equation او كان مرة اللي فاتوا في الـ closed systems. المرة دي هنبدأ كلام على الـ open systems. يعني احنا مش هنبدأ في الاستنتاج بتاع القانون والوصول للشكل النهائي بتاعه. احنا هنخلي المرة دي الفيديو ده مجرد يعني مقدمة في بعض الحاجات اللي احنا لازم نبقى عارفينها ومتفقين عليها قبل ما نبدأ في الاستنتاج بتاع القانون. فيعني ده حاجات مهمة، فيعني محتاجين نتفق عليها الأول ونبقى غطيناها بشكل واضح، بحيث لما نيجي نعمل استنتاج نبقى فاهمين احنا هنعمل ايه. فخلينا نرجع تاني للفرق الأساسي بين الأوبن سيستمز والكلوز سيستمز. احنا كنا قلنا الفرق بينهم أساسا بيبقى في وجود فلو ان وفلو اوت، يعني في ماس داخل وماس خارج. وبالتالي ف يعني وجود ماس داخل وماس خارج هيخلي فيه يعني بعض الاختلافات في السيستمز وهنتكلم عليها. بس يعني اول واحد هنتكلم عليه هو في الترم بتاع الورك. احنا كنا قلنا الورك قبل كده هو الشافت ورك، يعني في بيستون بيزق الفلويد جوه السيستم، السيستم بيعمل ورك على اللي حواليه ايا كان، ففي في ورك، يعني ده اللي احنا كنا فاهمينه. بس ده كان هو الشكل الوحيد للورك في حاله الكلوز سيستم. لو عندي اوبن سيستم هيبقى في نوع تاني من الورك احنا ما كناش بنعتبره او بنلاقيه موجود في الكلوز سيستم، لان هو بيعتمد على وجود فلو داخل وفلو خارج، ففي الكلوز سيستم ده ما كانش موجود. فالورك دوت يعني هيبقى ليه نوعين دلوقتي. النوع الاولاني هو اللي بنسميه الشافت ورك، زي ما قلنا ده البيستون والحاجات اللي شبهه، ودي هنتكلم عليها شويه بتفصيل، يعني شيء من التفصيل كمان شويه صغيرين. النوع التاني من الورك هو نوع جديد بقى اللي اسمه الفلويد ورك. باختصار الفلويد ورك دوت يعني ان الفلويد وهو داخل على السيستم هو بيعمل ورك علشان يعرف يدخل جوه السيستم، والفلويد وهو خارج من السيستم فهو السيستم بيعمل ورك عليه عشان يخرجه من السيستم. فالفرق بين الاثنين هو ده اللي بنسميه الفلويد ورك. يعني هنتكلم على الاثنين بتفصيل شويه دلوقتي. فخلينا الاول نتكلم على النوع الاولاني اللي هو الشافت ورك. فالشافت ورك هو يعني المثال المشهور جدا جدا بتاعه هو المضخه او البامب. المضخه هي مجرد جهاز بيدي طاقة للسائل بحيث ان هو يقدر يخلي السائل يتحرك لمسافات ابعد او ان هو يطلع ارتفاعات اعلى، زي المضخات اللي موجودة في البيوت علشان ترفع المية للادوار العالية. فالفيديو ده ظريف جدا ان هو بيفهمنا شوية البامب بتشتغل ازاي او المضخة بتشتغل ازاي. اوعى تلاقي ان هي ده الجزء المهم الاساسي اللي فيها، وهتلاقي ليه فتحتين، في فتحة من هنا وفتحة من فوق. الفتحة اللي من هنا دي هي اللي بيدخل منها السائل جوه الفلويد، وجوه بقى هيلاقي في حاجة اسمها الامبلر، يعني زي الريشة بتاعة المروحة كده، اللي هي الحاجة اللي بتلف في المروحة عشان تزق الهواء. فهو الفلويد لا بيدخل زي ما قلنا بيدخل من الناحية دي، فهو هيدخل هنا ودي بتلف بسرعة كبيرة جدا جدا. السرعة الكبيرة دي بتخلي الفلويد اللي داخل اللي بيتسحب يدخل هنا ياخد طاقة او قوة طرد مركزية عالية جدا. القوة دي تخليه يطلع في الاتجاه الريد، يعني في الاتجاه الخارجي في جميع الاتجاهات. فهو لما بياخد الطاقة دي، هو الطاقة دي بتتحول لنوعين، لإما كينيتيك انرجي وبوتنشال انرجي. فالضغط بيعلى والبوتنشال انرجي بيعلى، ودي بتسميها الاي. يعني في بعض التفاصيل كتير تخص الموضوع ده، بس يعني ده اللي احنا محتاجين نفهمه. فاللي احنا شفناه هنا ده اللي هو الشكل ده هو الجزء الشمال في البامب اللي احنا شايفينها دي، خلاص. فده اللي موجود فيه المروحة او الامبلر اللي بيلف، والفلويد بيدخل من هنا ويخرج من هنا. يعني هو الفلويد بيلف ويخرج في جميع الاتجاهات وبيتجمع. يعني خلينا ناخد شكل من قدام شويه. فالفلويد بيطلع في كل الاتجاهات وبعدين بيتجمع ويطلع هنا، يعني هو ده المخرج الوحيد للفلويد، هو بيطلع من ناحيه واحده بس. طيب ايه علاقه ده بالشافت وورك؟ ان الامبلر اللي جوه دوت ما بيلفش لوحده، هو لازم يبقى فيه حاجه تلففه. فالحاجه اللي بتلففه هي بقى الجزء اليمين ده. الجزء اليمين ده هو الموتور، الموتور بتاع الترومبه او البامب او المضخه، اللي بتنقل الحركه للمروحه اللي جوه دي او الامبير اللي جوه دي، اللي يخليها تلف بسرعه فتحرك الفلويد. الحركه بقى بتنتقل من هنا من الموتور دوت اللي هو بيشتغل بالكهرباء، يعني في زرار هنا باور حتى بتدوس عليه يلف.
فبينتقل من الموتور دوت الى الامبيلر اللي هنا عن طريق حاجه اسمها الشافت، اللي هي دي خلاص. فالشافت دوت هو عباره عن يعني عمود من الحديد بينقل، او من المعدن يعني، بينقل الحركه من الموتور الى المروحه اللي بتلف علشان تزق الفلويد. فعشان كده احنا بنسمي ده الشافت ورك. الشافت دي قد تاخد اشكال كتير، ممكن تبقى حركه عموديه، ممكن تبقى حركه دائريه، ليها اشكال كتير جدا، بس يعني كلها بتبقى تندرج تحت يعني نوع واحد اللي هو بنسميه الشافت ورك. فده اللي نقصده بالنوع الاولاني، اللي هو سواء بيستون سواء امبيلر ايا كان، فده اسمه شافت ورك. النوع التاني من الورك بقى اللي هو اللي بنسميه الفلويد ورك، محتاجين يعني ايه مقدمة بسيطة علشان نفهم اللي بيحصل. خلينا نقول ان انا عندي اوبن سيستم، الاسود ده اوبن سيستم، وان السيستم دوت داخل له فلو من الناحية الشمال، وخارج منه فلو من الناحية اليمين، كويس. فهو يعني فلويد داخل وفلويد خارج. علشان الفلويد يقدر يتحرك من النقطة دي ويطلع من النقطة دي، فهو لازم يبقى فيه يعني في درايفنج فورس، يعني في قوة دفعة تخلي الفلويد يقدر يتحرك من هنا لهنا. والقوة الدفع دي زي بالظبط لما يبقى عندي حاجة الحرارة هتنتقل من مكان للتاني علشان فرق درجة الحرارة، ففرق الحرارة من مكان حرارته عالية لمكان حرارته منخفضة هو ده اللي بيخلي الحرارة تنتقل. فنفس الحكاية في السوائل، علشان الفلويد ينتقل من نقطة لنقطة فلازم يبقى فيه درايفنج فورس. درايفنج فورس هنا هو فرق الضغط. فالضغط عند النقطة الأولانية دي لازم يبقى أعلى من النقطة من الضغط عند النقطة دي. فلنقل مثلا يعني على سبيل المثال إن هو هيبقى الضغط هنا 4 أتموسفير وهنا 2 أتموسفير. فالفرق في الضغط ده هو اللي بي يعني بي بيجبر السائل ده أو الغاز ده إن هو يتحرك من هنا ويطلع من هنا. طيب فأنا عرفت إن الضغط هنا عالي والضغط هنا منخفض، فبالتالي في فرق في الضغط يخلي الفلويد يتحرك. طيب يا ترى التغير على الطول ده كله، تغير الضغط على الطول ده كله، هيبقى تغير مفاجئ ولا هيبقى تغير تدريجي؟ يعني الضغط هنا 4 هيفضل 4 4 4 وفجأة بقى 2 وهيكمل 2؟ مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ان بيبقى فيه فقدان للضغط طول ما الماء ده ماشي، سواء بقى كان سائل او غاز. طول ما هو ماشي في فرق في الضغط او فقد في الضغط. فهلاقي ان انا لو جيت شفت الضغط هنا 4 هاجي اشوف ان هو كل مسافه الضغط بيقل. طبعا ليه تفاصيل كتير في ازاي الضغط بيقل وايه هي العوامل اللي بتاثر على الضغط وايه اللي بيخليه يعني ينخفض. ده يعني التفاصيل دي كلها تخص الفلويد ميكانكس، يعني دي لو يعني في الكورس الفلويد ميكانكس التفاصيل دي هتبقى معروفه بالتفصيل شويه. بس اللي نقص يعني اللي يهمنا هنا دلوقتي ان في فرق في الضغط ما بين هنا وهنا 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 وهكذا لغايه فالضغط بيقل بشكل تدريجي لغايه لما نوصل للضغط اللي هو اقل ضغط عند النقطه اللي هنا دي. فلو احنا جينا نبص على الـ 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 اي نقطتين، الفرق بين اي نقطتين من هنا لهنا، ففي فرق ضغط. فرق الضغط ده بينجم عنه او بينتج عنه ورك. يعني الورك ده معروف من زمان، الورك هيساوي البريشر في الفوليوم، او فرق، او يعني الفرق البريشر في الفوليوم. فنتيجه لان في فرق ضغط ما بين هنا وهنا، ده بيعمل ورك على الفلويد اللي هنا، والورك ده هو اللي بيخلي الفلويد يتحرك، ان هو معمول عليه ورك من الناحيه دي يخليه يتحرك. ونفس الكلام الفلويد اللي هنا بيعمل ورك على الفلويد اللي هنا، لان الضغط هنا اعلى من هنا وهكذا. فهيفضل في ورك من كل نقطه على النقطه اللي بعدها لغايه لما ندخل عند النقطه بتاعه مدخل الفلويد عند الانبوت بتاع السيستم. فالمدخل هنا طبيعي جدا الفلويد علشان يقدر يدخل لازم الضغط هنا يبقى اعلى من الضغط جوه، والا الفلويد مش هيدخل. او لو هو اقل الفلو هيمشي في الاتجاه المعاكس، هيلاقي الفلويد بيخرج مش بيدخل. فالفلويد علشان يقدر يدخل من هنا لهنا لازم الضغط هنا يبقى اعلى من هنا. فده نوع من الورك اللي الفلويد بيعمله على السيستم خلاص. وفي نفس الوقت السيستم لما بيجي يخرج منه الفلويد، الضغط هنا جوه عند يعني او قبل مخرج المكان خروج الفلويد من السيستم اعلى من البريشر هنا، لان الفلويد بيخرج فلازم الضغط هنا يبقى. فده برضو بيبقى بريشر بيعمل ورك على او ينتج عنه ورك على الفلويد اللي خارج من السيستم. فده اللي احنا بنسميه الفلويد ورك. فالفلويد ورك باختصار ان انا عند النقطه دي في ورك عند السيستم انلت وفي ورك عند السيستم اوتلت، والفرق بين الاثنين دول هو ده اللي انا بسميه الفلويد ورك او محصله الفلويد ورك في السيستم. فواضح جدا جدا ان ده مختلف تماما عن الشافت ورك. ده ملوش دعوه بان في ورك نتيجه الشافت ولا مش شافت، ده نتيجه لفرق البريشر او فرق الضغوط عند المدخل يعني دخول الفلويد وعند خروج الفلويد من السيستم.
فالورك الفلو ورك اسف، لو احنا قلنا ان انا عندي هنا اللي داخل الفلويد اللي داخل ليه فوليومتريك فلو ريت في ان دوت وليه ضغط البي ان، واللي خارج في اوت دوت، اسف الفوليومتريك فلو ريت اللي خارج في اوت دوت والضغط اللي خارج بي اوت دوت مش في دوت بي اوت بس، فانا ممكن اقول ان الورك اللي بيتعمل على السيستم عند الدخول الفلويد هيبقى البي ان في الفي ان. خلاص ده ورك بيتعمل على السيستم لان هو بيزق حاجه لجوه السيستم، وفي نفس الوقت انا عندي ورك اللي خارج من السيستم هيبقى بي اوت في في اوت، وده ورك معمول يعني السيستم بيعمل فلو الورك ده على الفلويد، فهيبقى البي اوت في الفي اوت، وبالتالي فيبقى المحصله اللي هو اللي بنسميه الورك الفلو ورك، هو اسمه فلو ورك، انا اعتقد انا قلت الاسم غلط، هو اسمه فلو ورك مش فلو ورك، هو فلو ورك، فهيبقى الورك اللي داخل ناقص الورك اللي خارج، فهيبقى البي ان في ان ماينس بي اوت في اوت. فده حاجه احنا ما شفناهاش في الكلوز سيستم، لان انا لا عندي فلو ان ولا عندي فلو اوت في حاله الكلوز سيستم، فدي نقطه مهمه جدا، ويعني هتفرق معانا جدا واحنا بنعمل الديريفيشن، لان دي هينبني عليها حاجات كتير جدا جدا ما كانتش موجوده لما جينا هنعمل الديريفيشن بتاع الكلوز سيستم. طيب في حاجه تانية هنحتاج نتكلم فيها، وهي تخص الحاجه اسمها الانتنسيف والاكستنسيف بروبرتيز، يعني انا دي انا افضل اخليها للمره الجايه لوحدها لان هي مهمه شويه، فدي نخليها المره الجايه نتكلم عليها، والمره اللي بعدها بقى ان شاء الله نبقى نعمل الاستنتاج بتاع القانون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.